انا بعدا كنوجه الصفه كاملين الممثلين الاستاذ حسن الشاوي هذا منتج الفيلم احمد يا عزيزه انا وسهل يا عزيزه صافي انا جوغ ثلاثه ديال الارباع ما بقاش عندك الحق في الطلب الثاني الا اذا كملتي نصف المده اللي باقا لك حاشا نجي نبرز لك نهارك ولا نخسر لك يومك. هذا الفيلم مسعود سعيدة وتعدان هو فيلم كوميدي عائلي اللي كنتمنى ان شاء الله يعجب المشاهدين. رفقة عادي داداس، مجموعة ممثلين مغاربة، عمر لطفي، بزاف ديال الممثلين، محمد الخياري، فهيد. الدور ديالي واحد شلهبية، واحد شفارة، واحد الحريمية اللي غادا في واحد السفر وغادا وهي كتغرق في المشاكل. هذا هو الدور ديالي. سعيد انني نتلقى الدعوة للحضور ديال الفيلم السينمائي الكوميدي مسعود سعيدة وسعدان، إخراج إبراهيم شكيري. سعيد جدا وانتظر إن شاء الله تعالى فرجة تحترم عقل المتلقي، لأن كنعرف الأعمال ديال إبراهيم شكيري والكتابات ديال السيناريست اللي هي بين قوسين كليلة، فكنعرف بأنه سا بخومييغ غتكون إن شاء الله شي حاجة جميلة جدا. نقدر جميع الفنانين.